نهجان ده عرض مهم قوي، كلنا بننهج، وبتيجي فترة في حياتنا ممكن نطلع سلم مثلا عالي ننهج، ده وارد وممكن يكون فسيولوجي، بس ممكن كمان يكون أعراض لمرض في الرئة، ممكن يكون أعراض مثلا أنيميا وغيرها، وممكن يكون عرض في أمراض القلب، وكمان ممكن يكون عرض كمان للذبحة الصدرية عند مرضى السكر، لأن مريض السكر بيبقى عنده التهاب في الأعصاب الطرفية، وبالتالي هو بيجيش بألم في صدره، هو بيكون كل مشكلته اللي بيظهر بيها إنه بيكون عنده نهجان، ودي بتكون علامة مهمة قوي لقصور الشرايين التاجية. النهجان كمان الحقيقة لازم ناخده بنوع من الحذر، لازم نعرف سببه، ممكن يكون سببه نفسي وده برضو بنحطه في الاعتبار، لكن بالتأكيد لازم ننفي ان النهجان يكون سببه عضوي.